لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولمبياد باريس، الجزائري سجاتي يتأهل إلى نهائي 800 متر. تأهل الجزائري جمال سجاتي إلى نهائي سباق 800 متر اليوم الجمعة في منافسات ألعاب القوة ضمن أولمبياد باريس 2024، فيما أخفق مواطنه محمد علي كوانت عند الدور نصف النهائي، وتصدر جمال ابن 25 عاما الحائز على الفضية في مونديال 2022 المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي، بعدما سجل متقدما على البوتسواني تشيبيسو ماسيليا المتأهل معه عن هذه المجموعة. ألف مبروك لابن الجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.